طبعا يسعدنا ويشرفنا للمرة الثانية الأستاذة الدكتورة هالة جودة نستكمل المحاضرة الأولى إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة النص الأولاني من البرزنتيشن ده كلام هيعتبر معاد لأنه دكتورة عادل كلمنا فيه، فأنا هبتدي من الحتة اللي تهمكم اللي عايزين فعلا نقولها، اللي هي إزاي are you using your asthma inhaler properly ولا لا. أولا احنا شخصنا وقررنا ان احنا هنعالج الطفل ده، هنختار له ويتش انهيلر، ايه الصح بالنسبه للطفل، ويتش وان. انا عندي انهيلر ديفايسز، في عندي ثلاث انواع، في عندي الميتر دوز البريشرايز ميتر دوز انهيلر، وعندي الدراي باودر انهيلر، وعندي النيبولايزر. هختار له ايه؟ من زيرو لثلاث سنين البريفيرد ديفايس دايما ان احنا نستخدم البريشرايزد ميتر دوز انهيلر مع السبيسر مع الفيس ماسك. ده الكلام اللي جينا قالته ان ده الصح قوي ودي اكتر طريقه فعاله، لكن في دي بالذات الحقيقه احنا بنقول انتوا كل واحد شايف ايه؟ شايف ان الطريقه دي احسن ولا النيبولايزر ويز فيس ماسك اكوردنج للاكسبيرينس بتاعته، لان الاثنين صح. طيب من 4 لـ5 سنين انا ممكن كمان اضيف اختيار ثالث ان انا استخدم السبيسر بالماوس بيس، وبرضه دي تخضع للبيشنت وللدكتور. يعني انا لقيت ان البيشنت مش هيبقى قافل بقه على ماوس بيس ومش هيلتزم بكده، ولما بستخدم الفيس ماسك نتائجه احسن. اتس اوكي، خلاص مفيش مشكله. في ام تانية اقول لها استخدمي النيبولايزر بالماوس بيس او بالفيس ماسك، تقول لي الطفل ده بيتضايق من صوت النيبولايزر، يبقى خلاص الطفل ده ما اقدرش اقعده ثابت في مكانه العشر دقايق اللي على ما النيبولايزر يخلص الدوز اللي موجوده في الريزرفوار. يبقى بالنسبه له الاحسن مين؟ ديفينت هي الايرو شامبر مع البخاخه. دي انواع الديفايسز، وطبعا اي حاجه من دول هي وسيله انها توصل الكونتنت كايروسول بيبقى انهيلد. هو الانهيلر تكنيك ده مهم؟ لانهم عملوا ستادي على 6 دول اوروبية مذكورة هنا في 2006، لقوا ان up to 50% of patients حتى adults unable to take their inhaler correctly، و 40% من الchildren حتى مع السبيسر برضو بيعملوا errors وما بتتاخدش مظبوط. وانا دايما بقول في الموقف بتاع ال 50% of patients اللي منهم adult، انا شفت ده فعليا مع بابا. يعني راجل كويس وفيري انتليجنت وكل حاجه، ومع ذلك هو مش قادر يظبط نفسه انه ياخد البخاخه يشفط في الوقت اللي بيضغط فيه. وفضلنا تقريبا نص ساعه نحاول بالظبط. سينكرونايزيشن ملوش علاقة بالإيج ولا بالإديوكيشن ولا بفاهم ومش فاهم، في ناس مش عارفة تظبط نفسها ودول حلهم السبيسر أو الإيرو شامبر. يبقى أنا ما اكتبش انهيلر غير لما أتأكد إن أنا مرنت العيان ده كويس قوي وعلمته وعملت له ديمونستريشن كذا مرة، والأهم إن أنا أكون فاهمة انا نفسي بقى كدكتور ازاي هستخدم او ازاي ايه الفكره في استخدام الانهيلر وايه الصح وايه الغلط. هو الانهيلد دراج ده لو انا باخده بجود تكنيك انا متوقعه ايه؟ مفروض ان 20% من الدوز اللي باخدها تدخل على اللنج، وبعدين طبعا تمشي وتروح يحصل لها ميتابولايزيشن وابزوربشن وبتاع وتروح السيستميك سيركيوليشن، و 80% بتبقى سوالود كده كده مش بمزاجنا وتدخل على الجي اي تي والليفر، وبرده تروح بعد كده على السيستميك سيركيوليشن. لو انا خدت ده الجود تكنيك،
لو انا خدت بقى بالبور تكنيك 5% بس اللي هتروح اللنج و95% هتبقى راحت بقت سوالود في الجي اي تي وبقت يوسلس بالنسبه لنا. دي البخاخه اللي هي البريشرايزد ميتر دوز انهيلر اللي هي زي ايه يا جماعه؟ زي مثلا اللي بنستخدمهم يعني معلش انا هقول اسامي تجاريه عشان عايزه الصوره تبقى واصله، زي البخاخه الزرقاء الفنتال والفنتورين والكلام ده او الفليكسوتايد و و و اللي هو انا بضغط بيطلع منها رذاذ. ابقى فاهمه كويس ان الكانستر دي بتحتوي على حاجتين، بتحتوي على البارتكلز نفسها اللي فيها الكورتيكوستيرويد وبتحتوي على بروبيلنت شايل البارتكلز دي. يبقى ابقى عارفه كويس ان لو البيشنت ده ما رجش الكانستر دي كويس قوي انا ما خلطتش البارتكلز بالبروبيلنت اللي المفروض انه يتشال عليه عشان العيان ياخده. يبقى انا لو ما عملتلهاش رج قوي انا ما خدتش دوز، لو ما قلبتهاش وانا برجها انا ما خدتش دوز مظبوطه، لو استخدمتها النهارده وبكره وبعده وبعدين بقيت كويسه وركنتها وجيت استخدمها تاني ما عملتش الخطوه بتاعت التشيكن دي يبقى انا برضو ما خدتش دوز مظبوط. دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه البريشرايز ميتر دوز انهيلر دول ما لهمش عداد، فلو ما فهمتش البيشنت ان انت النهارده جبتها وفتحتها وابتديت تاخدها تكتب التاريخ وانا كاتبالك مثلا انك هتاخد 2 دوزز الصبح وبالليل يبقى انت خدت 4 بخات. العبوه دي الساي مثلا فيها 60 بخه يبقى المفروض هتقعد معايا 15 يوم لو انا بستخدمها ريجولار اون ريجولار بيزس. يبقى بعد ال 15 يوم حتى وانت بتضغط عليها بتطلع البخار اللي بيقولوه هي ما فيهاش حاجه، هي انت ما بتاخدش حاجه. ودي نقط مهمه جدا لان في عيان يقول لك كان كويس وبعدين انا ماشيه بالظبط زي ما قلت خلاص اتعود وما عادش مستجيب، هو عشان ما بياخدش حاجه دلوقتي. لما بيطلع بارتكلز هي مش طالعه كلها بنفس الحجم، هو طالع جزء لارج بارتكلز وجزء سمول بارتكلز. مين اللي بيبقى انهيلد وبستفيد بيه فعلا؟ هو السمول بارتكلز. اللارج بارتكلز دي تدخل بقى تقف في الاورو فارنكس تقف في بقه حتى لو عمل لها انهاليشن هو ما استفادش بيها. يبقى الفاكتورز افكتنج اللنج ديبوزيشن او استفاده البيشنت بالانهيلر هي البارتكل سايز، هي السبيد اوف انسبيريشن ده لو هو بياخدها دايركت في الماوس، هي الانتجريتي اوف اير واي لان هو لو عنده ويك اير واي ومش قادر يعمل انسبيريشن او انهاليشن كويس هو ما خدش البخاخه بتاعته، والبروبر طبعا تكنيك. وبالتالي الكلينيكال افكت لللاين اوف تريتمنت ده هيعتمد على الاماونت اوف دراج اللي واصل اللنج ات انهاليشن واللنج ديبوزيشن. الاماونت اوف دراج اللي وصل اللنج وحصل له ديبوزيشن معتمد على الفاين بارتكل فراكشن اللي وصل. امتى اقول او ايه اسباب ان يبقى في بور ازما كنترول مع ان انت مشخصها كويس وكاتب العلاج لكن العيان ده مش كنترولد، انه انت ما شخصتش مظبوط رونج دايجنوزس او كونفاوندنج إلنس، ان في فاريشن في التريتمنت ريسبونس، ان في انكوركت تشويس اوف انهيلر او بور تكنيك ما بياخدش الانهيلر مظبوط، او زي ما دكتور عادل قال كونكرنت سموكينج، انا كاتبه العلاج وكل حاجه تمام لكن جنبه واحد بيدخن بيبوظ لي كل حاجه، او عنده الرجي عنده راينايتس وانا ما عالجتهاش يبقى مهما عملت هو برده مش هيبقى ريسبوندنج، او انتشنال او ان انتشنال نون ادهيرنس ما بياخدش العلاج ما فيش كومبلاينس يعني.
او اديت الدوز اندر تريتمنت، هو محتاج ما هو اكثر من ده. زي ما قلنا كده في علاج الالرجيك راينايتس، في علاج الازمه هي ستابس، فانا بدي انهيلد كورتيكوستيرويد، طب مش مستجيب بعمل ستيب اب ودبل الدوز، طب حبيت احط معاه مونتيلو كاست وهكذا. انما هنا انا ما خدتش القرار الصح وفضلت بالدوز القليله. البرايمينج والويستينج دوزز دي الحته اللي بقولها بقى، انه لازم في الاول، ودي على فكره منظر البيشنت بيبقى لذيذ جدا بقى، هو شاري لسه البخاخه، راح جاب البخاخه والايرو شيمبر ودافع بقى قد كده، وبعدين جاي ويلاقيني ماسكاها وبقول له واروح رشه كام واحده في الهواء، هو قلبه بقى طبعا ايه زعلان عليها جدا. فاقول له على فكره كل ما هتركنها لازم تعمل الحركه دي علشان تضمن ان هتاخد الدوزس مظبوطه. فطبعا دي ريكومندد بيفور الانيشال يوز عشان نعمل انشور اكيوريت ميكسينج اوف بروبيلنت اند ميديكيشن. البريشرايز ميتر دوز انهيلر فيها لازم نعمل لها الانيشال برايمنج، يعني الاديشنال برايمنج لو ركنت البخاخه دي لفتره لازم ارجع ارجها تاني. ايه الليميتيشنز ليها؟ الكومبليكيتد تكنيك، نيدز كوركت اكتويشن اند انهيليشن كوردينيشن، دي العيوب اللي عشانها احنا هنستخدم السبيسر، انه لازم ابقى ضامنه ان التشايلد ده او الالدري بيشنت هيقدر يعمل كوردينيشن كويس. ممكن يبقى فيه فيلير تو تشيك الكان وده alter الدراج دوز. البروبر انهاليشن باترن انه ما يكونش فيه نفس، هو تعبان لدرجه انه مش قادر يشفط كويس. وكمان على فكره حاجه مش مكتوبه هنا، الناس الكبار اللي عندهم اوسيو ارثرايتس، قصه انه يضغط دي ماساه بالنسبه له، هو ما بيقدرش يحرك مفاصل ايديه كويس. يوزنج سبيسر ديفايس بقى، ده بيزود البروبورشن اوف دوز ديليفر تو ذا لانج، بنوصلها للصح اللي هو 20 ل 35%، وده بيخليها يحصل لها ايفابوريت صح، وبيشيل ريموف ذا نيد تو كوردينيت ريليزنج ذا دراج اند انهيلينج، وكمان بيخلصنا من اللارج بارتكلز اللي مفروض لو انا باخد البخاخه مباشره في الفم بيحصل لها ديبوزيشن في الاوروفارنكس، لا اللارج بارتكلز دي بيحصل لها ديبوزيشن في السبيسر، فما ما باخدهاش وانا كده كده مش عايزاها. دي فوائد السبيسر، ان هي سلو داون وسسبند السمول دروبلتس اوف ايروزول ميديكيشن تقريبا فور 1 تو 2 سكندز. التايم اللي بحدده للبيشنت عاده بنقول لهم ايه، حط او الام يعني تحط له الايرو شيمبر بالماسك على الفم وبتضغط وبتعد تقريبا من 1 ل 10. الكام عدة دول كافيين ان هو يكون خد البارتكلز اللي محتاجينها هنا، واللارج بارتكل زي ما قلنا بتفضل موجودة، وبالتالي حتى الطفل الصغير ده ما اقدرش اقول له واتمضمض، انا كل اللي هعمله ان انا هغسل له وشه، فمش قلقانة من الديبوزيشن اللي حصل في الاوروفارينكس. لما اتعمل التصوير ده لقوا ان without spacer حتى في الكبار، شوفوا الكمية اللي في الماوس والثروت والكمية اللي في اللنج قليلة قد ايه، بينما هنا الكمية اغلبها دخل على اللنج مظبوط بالايرو شيمبر. طيب في مقولة بتقول crying is good عشان في more medication gets into the lungs، وفي امهات كتير تقول لي بيعيط بسيبه بقى يعيط عشان اصله كده هياخد كتير قوي، هيستفيد بالجلسه. طبعا it's a myth، لانه لما الطفل بيعيط هو بيعيط بيعمل prolonged expiration with very
شورت انهاليشن، وبالتالي هو ما خدش الدوز مظبوط خالص. ونفس الشيء لما صوروا وهو نوت كراينج كان الديبوزيشن في اللنج، وهو كراينج كان الديبوزيشن في الجي اي تي كله. طب نيجي لنقطه مهمه جدا، انا قلت لها اشتري السبيسر عشان ده مهم هتستخدميه. السبيسر ده بقى هتتعامل معاه ازاي؟ اول ما جابته لازم تغسله بميه وصابون سائل، مفيش حاجه اسمها تنشفه، لان لو نشفته هيحصل ديبوزيشن للبارتكلز على الوول البلاستيك بتاعه ده. وغسلته في الاول ليه؟ لانه لما بتطلعه من العلبه بنلاقي ريحته بلاستيك وحش قوي. بتحطه يتصفى، فبقول لها اغسليه بالليل فكيه من بعضه وحطيه بس يتصفى، ما تنشفيهوش خالص، وما تستخدميش ميه مغليه ولا كحول ولا ديتول، اللي في كل حاجه ديتول ديتول ديتول. طبعا دونت دراي انسايد دي قلناها، وقصه الفالف دي ما تقربيش، ما تعتقديش ان دي حته زياده كده وترميها. وبعدين طبعا ايه ركبيه سوا. طب هنغسله كل قد ايه؟ هنغسله تقريبا كل اسبوع مره. وهنستبدله كل قد ايه؟ كل من 6 شهور لسنه على حسب الريت بتاع استخدامنا له، لانه بنلاقي ان هو ابتدى حتى البلاستيك بتاعه كده يغير، وده معناه او 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 لو حصل فيه اي تجريح او اي شروخ، لانه معناه ان يحصل ديبوزيشن للبارتكلز على الوولز بتاعت السبيسر. الطريقه الثانيه ان انا ممكن اقول لها طيب حطيه في طبق فيه ميه وكيتشن ديترجنت اللي هو الصابون السائل لمده ربع ساعه، وبرده اشطفيه بميه وسيبيه نفس الشيء انه يتصفى وهكذا. نفتكر كويس ان السبيسر ما نقدرش نستخدمه غير مع البريشرايزد انهيلر، مش مع الدراي باودر انهيلر. نفتكر ان احنا واحنا بنستخدم الايرو شامبر او السبيسر، مفروض ان انا حتى لو كتبت لها مور ذان وان باف، كل مره بتعمل باف واحده، تعمل باف وتعد من 1 لـ10 وبعدين تعمل الباف الثانيه. طب لو انا كاتبه لها الشورت اكتنج بيتا 2 اجونست وكاتبه لها الكنترول هتستخدمه في نفس الوقت، هتستخدم مين الاول؟ هتستخدم البرونكودايليتور الاول، وبعدين تستنى 5 دقائق وتستخدم بعدها الكورتيكوستيرويد. وفي كل مره لازم كل بخه تبقى لوحدها. يعني هي بالظبط بتبخ، وانا بقول بتعد من 1 لـ10 ده مجازا ان فات 10 ثواني 20 ثانيه، وبعدين البخه الثانيه خلصت البرونكودايليتور، تستنى 5 دقائق وبعدين تدي الكورتيكوستيرويد عشان تبقى خدت البيست ريزلت. يعني ما حدش بيستخدم السبيسر ده بيرسونال، فالام ما تتعاملش انه انت تقصد حاجه بالنحنحه دي، لا مؤاخذه يعني ولا حاجه. شفت انا بفهم ازاي؟ ده السيم. الام تتعامل ان السبيسر ده للفاميلي للعيال كلهم، لا هو طبعا ده بيرسونال. وزي ما قلنا ان هو ريبليست كل 6 شهور لسنه. بعد ما بنستخدم الانهيلد كورتيكوستيرويدز، لو حد كبير بقول له اتمضمض واطرد، ما تبلعش الميه يعني. لو طفل صغير جاست ان انا بغسل له وشه بميه. وزي ما قلنا نيفر دبل الباف، يعني كل مره بحط البخاخه بخة واحدة واستنى قبل ما اعمل التانية. Wait at least 30 seconds اللي هم من 1 لـ10. الدراي باودر انهيلر دول deliver dry powder formulation of inhaled drugs. في منهم نوعين، في التربو هيلر، تقريبا ما عندناش غير السيمبي كورت اللي هي عبارة عن باديزونايد وفورميترول، ودي
موجود منها ال 80 وال 160 وال 320. دي ليها طريقه استخدام بس لازم برضو نفهمها للبيشنت، بتعتمد برضو على انه يعمل انهاليشن بقوه، بس التكه في التربو هيلر دي ازاي يفتحها، ودي الغلطه الشائعه. هي مفروض انها ليها قاعده تحت بلاستيك كده الحمراء دي، فبنلفها ونرجعها تاني فبنسمع كليك. لما نسمع الكليك دي معناها ان الدوز جاهزه وهناخدها. انما لو عملنا ايه، لو لفيناها وبعدين شفطنا وبعدين قفلناها، هو انا ما قفلتهاش، انا كده خلاص الدوز موجوده، انا اللي خدته في الاول ما خدتش حاجه. وعشان كده لازم برضو دي تتشرح للبيشنت، وما تعتمدوش على الصيادله، ما تعتمدوش على الصيادله. مره كتبت الحاله لسه قريب السبيسر وبعدين راحت فلقتها ب 400 وحاجه في الصيدليه. فبتقول له ايه ده؟ دي غاليه قوي ومش عارف ايه؟ قال لها انا مش عارف الدكتوره ليه كاتبه لك كده، ما خلاص البخاخه هتحطيها له في بقه وتبخي وخلاص يعني. ف وهو ما ينفعش كان يستخدمها، خلاص هو كانه انت وانس ضغطتي عليها وبخيتي هو خدها. لا. دي طريقه الاستخدام بتاعت التيربو هيلر. طبعا زي اي انهيلر بقول له الاول اكس هيل وبعدين حطها في بقك، فتحتها واشفط واقفل بقك واسحبها، ويفضل قافل بقه بعدها لثواني. الديسكس، ودي يمكن من الحاجات اللي برضو في التشايلد ايج جروب، بس مش زي ما هم كاتبين، مش بتاعت الست سنين والكلام ده، بتبقى محتاجة عيل أكبر شوية عشان برضو يقدر يشفط بقوة، يشفط كويس، لأن أغلب العيال الصغيرة لما بيستخدموها بنلاقي حوالين الماوس بيس بتاعتها البودرة البيضة هو قاعد ينفخ فيها، طبعا ما خدهاش مظبوط. طبعا ليها زي تو كفرز كده، الاول بفتح الكفر وبعدين في ليفر في زي دراع بفتحه وبعدين بقول له اكسهيل وابتدي اشفط، انهيل الدوس كويس قوي واسحبها من بقك وافضل قافل بقك دقيقه بعدها. لو اديتها له وانا مش فاهمه كبيرنتس انه كل مره بحرك الليفر ده في دوز بتطلع سواء خدها او ما خدهاش، هو ممكن يخلصها وهو بيلعب بس بيها. فلازم افهمهم النقطة دي، انت لو فتحتيها وقفلتيها كذا مرة مش مشكلة، بس الدراع ده كل مرة بتحركيه في دوز طلعت، خدتيها ما خدتيهاش هي خلاص اتحسبت عليه. ايه الديس ادفانتج بتاعتها؟ ان هي اغلبهم الحقيقة فيها very few doses، عايزة adequate require highest flow عشان يحصل adequate peripheral deposition. لو ما شفتش قوي هو ما استفادش بيها. اللاكتوز اللي هو الدراج كارير اللي موجود فيها له طعم شويه، في ناس ده بيعمل لهم irritation في الابر اير واي، مجرد ما وصل زورهم يبتدوا يكحوا ويضايقهم قوي الطعم، وفي ناس بالعكس ده يعرفهم انهم خدوا الدوز، يعني هو سلاح ذو حدين. نسيت اقول حاجه، ان في التربو هيلر اللي هي برضو دراي باودر انهيلر ما فيش النقطه بتاعه اللاكتوز الكارير ده، فما فيهاش طعم مش زي الديسكس. النيبيولايزر طبعا ده جهاز مفروض انه بيحول البارتكلز دي لميست السمول تشيلدرن بيستنشقوه، وما نقدرش نقول او جينا بتقول انه مش افكتيف ذان ان انهيلر يوزد ويز سبيسر. مش عارفه انتوا على المستوى العملي في الشغل في العيادات في المستشفيات حاسين بده فعلا؟ ايه رايك يا دكتور عادل؟ انا بفضل السبيسر. نيبولايزر قد تكون اسهل، لكن بقول لهم تدي فولس سنسيشن اوف سكيورتي.
هي الفولس سنس اوف سكيورتي. الام بتبقى متخيله ان هي معاها كل الادويه اللي بتتاخد في المستشفى فتبتدي تديها والبيبي ديتيريوريتنج وهي مش حاسه. على ما تفوق وتوصل المستشفى it might be too late. That's why I don't prefer ان انا ادي نيبولايزر في الاول. وجهه نظر. وجهه نظر. واخد حضرتك؟ لكن honestly طبعا هو sometimes يبقى اسهل في الاطفال الصغيرين جدا ان هو just ان هو بيستنشق عادي ما بيحتاجش يعمل effort لان احنا عارفين الدسكس لازم يشفط جامد مره واحده. الانهيلر بياخدها على مهره شويه بس السينكرونيزيشن ده زي ما قلنا مش سهل فلازم ياخد سبيسر. النيبولايزرز قد تكون اسهل في الاطفال الصغيرين. لكن هو ده اللي بيخليني فعلا واللي انا شفته هو ده اللي مخليني كده. يعني في اطفال فعلا حصل معاهم القصص دي. وفي واحد يعني ربنا يشفيه ويعافيه واحد برين دامج بسبب القصه. فالقصده يعني نيبولايزر اوكي اتس السكند اوبشن زي الجايد لاينز ما قايله من اول لحد ثلاث سنين بناخد السبيسر ولحد برضه ست سنين بناخد السبيسر والبديل بتاعنا هو النيبولايزر. فكل للاسف الدكاتره الطفل دخلهم اول مره يروح جاي على طول مدي نيبولايزر هو في الطوارئ بعد فيرست اتاك. لا اصبر بس يعني جرب لو لقيت الطفل ده مش قادر يتعامل مع السبيسر يبقى اديله نيبولايزر. لكن من ناحيه الكومبلاينس انا بشعر ان الامهات كبريبريشن بتاخد ربع ساعه والولد على الجهاز بياخد ربع ساعه نص ساعه فمحدش بيكمل. يعني هي ممكن تكمل وهو تعبان جدا لكن وانس امبروف حتى بعد يومين استحاله هتمنتين على عكس الايرو تشامبر والهيرا الموضوع بياخد دقيقتين ثلاثه. فيعني من ناحيه الكومبلاينس انا شايف واعتقد كان في بيبرز كتير يعني معليه طبعا اللي صالح الايرو تشامبر والسبيسر. ما بقول لا انت السبيسر ومعاكي الاير والسبيسر والاير والايفو هيلر او الهيلر معاكي في شنطتك بتتحركي بيها. ايوه لكن الثانيه ده جهاز وكهرباء وميه وصرف صحي قصه يعني طويله يعني مش فيعني مش كهرباء وتوقيت كمان يعني توقيت ان البيبي قعد 10 دقائق عشان يخلص الدوز وهي الام قبلها معاها تتسهسل الحقيقه يعني. فعشان كده زي ما الجايد لاينز بتقول فعلا فيرست تشويس انك تستخدم سبيسر سكند تشويس انك تاخد الايه النيبولايزر. بمناسبه برضو كلامك يا دكتور عادل قصه بقى البيبي اللي جاي اللي محتاج انه يبقى ادميتد فتبص تلاقي الكومنت ايه ما انا عندي نيبولايزر يعني تمام انتوا في المستشفى هيحصل ايه تاني ما هو انا عندي نيبولايزر بالظبط. طبعا عندنا الجيت والالتراسونيك. الجيت هو اللي بنقدر نستخدمه مع الحاجات بتاعتنا سواء الكورتيكوستيرويد سوليوشن او السالبيوتامول او الايبراتروبيوم. Number of inhalation devices are available for the treatment of pulmonary diseases, each with its own advantage and disadvantage. None has proven to be superior to the others in any of the clinical situations. Whichever device is chosen, the key to successful treatment lie at proper inhaler technique. طيب معلش دي هتاخد دقيقتين بالظبط بس دي مهمه جدا. Patient education on environmental control. لان احنا برضو شخصنا وكتبنا العلاج وعلمنا how to use inhalers وما علمتوش ازاي افويد الانفايرومنتال تريجرز اللي حواليه انا ما عملتش حاجه. هم مين اللي لازم اعمل لهم الازمة هيلث اديوكيشن؟ طبعا الميديكال كير بيرسونال، الببليك، البيرنتس او الكير جيفرز، البيشنتس نفسهم، ولازم كلنا كل البارتنرز يكوبريت عشان ننجح في ده. الكي استراتيجيز عشان اوصل لان انا يبقى في جود كوميونيكيشن لازم اتكلم مع الناس دي بطريقه فريندلي واتنتف. لازم اخلي البيشنت يعبر لي هو فاهم ايه وعايز ايه ومستني ايه.
أشجعه دايما، أكافئ دايما. يعني الطفل مجرد ما بيسمع من الدكتور كلمة حلوة، برافو، شفت انت، عشان عايز أقول إن دايما دكتور الأطفال بالنسبة للطفل هو كلامه بيتسمع أكتر من بابا وماما. لو إحنا تعاملنا وإحنا فاهمين النقطة دي هتفرق قوي 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 مع الولاد دول. أدي personalized information، ودي اللي قلتها، اللي هو أنا ما بكلمش، ما بديش محاضرة، أنا بكلم كل واحد حسب مستواه وحسب فهمه وحسب ظروفه، وبعمل personalization للطريقة اللي هيمشي بيها. خلي بالك من إيه، أكيد اللي بيروح نادي ويلعب رياضة معينة وحنبهه الحاجة، غير الست المتواضعة جدا، غير حد ساكن في أوضة في بدروم، غير واحد قاعد في فيلا وفيها جنينة. كل واحد من دول له طريقة لازم أوصل له بيها وفهمه يبعد عن إيه ويتفادى إيه، ولازم أسمع منهم الفيدباك. يجي لي كل مرة يحكي لي، طب أنا قدرت أتفادى كذا، أنا لا كذا ما قدرتش إن أنا أبعد عنه، طب الحل إيه؟ دايما لما ندي برضو تعليمات، لو نسترجع كده العيان ده اللي جاي لسه بالظبط، بيبقى واحد مخضوض واحنا عمالين نقول له بقى خلي بالك من كذا وكذا وكذا، هو من واحد واثنين تاه خلاص من الخضة. فانا لازم اديله المعلومات المهمة قوي للليست، لانه وبعدين المرة اللي بعدها هعيد تاني وتالت وهكذا. اتكلم بشويش، اتكلم كلام سيمبل يفهمه. يا ريت لو في رسوم توضيحيه او حاجه، يعني مثلا لما بنيجي، انا بتكلم ده لان انا جربته فعلا لما عملنا المشروع ده، ولقيت قد ايه فرقه مع الناس قوي قوي، ان هم يفهموا يعني ايه الفيجر اللي بنعرضه كل مره في محاضرات الازمه ده، بتاع ازمه ثلاث حاجات، حصل انفلاميشن فالميوكاس ممبرين تخن، ففي سكريشنز، ففي سبازم. وانس فهموا ده ابتدوا حسوا يعني ايه الطفل اللي قدامهم ده هو تعبان كده ليه، هو محتاج ايه علشان ما يبقاش بالمنظر ده. وتيتش باك ميثود، اقول وبعدين اقول لها ايه، طب قولي لي بقى هو احنا هنمشي ازاي، قولي لي كده انا قلت واحد اتنين ثلاثة، سمعي كأنه سمعي بالظبط. وبعدين دايما لما يجي يكون في حد تاني، مثلا الام والاب، الأم والجدة، لأن هما بيفكروا بعض، ما يبقاش كل واحد فيهم ماشي في سكة. و pay attention to non-verbal communication، أنا بتكلم وهم بصين في حاجة تانية، مش مركزين معي أصلا، وأنا معتبر أن أنا وصلت المعلومة، لا أنا ما قلت لهمش حاجة، هما ما فهموش حاجة، فلازم أتأكد أن المعلومة وصلتهم. لازم علاقتنا تبقى كويسة فعلا، لما الطفل بيكون قريب من الدكتور هيسمع كل التعليمات اللي يقولها، خصوصا مثلا ان احنا اول حاجة بنقول يا جماعة من فضلكم بلاش الحاجات اللي فيها بريزرفتيف وشيبسي وايه وايه. انهي عيل هيسمع كلام اما بابا او مامته او يقولوا له، انما لو انا اللي قلت له وقلت له بص انت بتحب حاجة تشتري حاجة، طب هنجيب مش عارف بسكوت ايه مثلا سادة، طب ماما هتعمل لك عصير ايه، فيحس ان هو انا بتعامل معاه انه حد بني ادم، ان انا بحترمه وبكلمه وبوجه له هو الكلام، بيبقى مبسوط جدا. وبيجي المرة اللي بعدها انا سمعت الكلام يا دكتورة، مش كده يا ماما قلت لها انا ما جبتش كذا، وده اللي انا عايز اوصله واتفر الطريقة ايه. كل مرة لازم البيشنت يجيب لي معاه البخاخة والايرو شيمبر، بالرغم من انها ايرو شيمبر اقول ايه الفن فيها، ما خلاص لا، ويعمل قدامي كل مرة عشان اشوف الغلط فين، وبنكتشف حاجات لذيذة قوي. الغطا بتاع الكانستر، الغطا ما تشالش، ما شالتش الغطا، هي ما تعرفش انه مفروض يتشال، مش هي راكبة في علبة بلاستيك دي علبتها خلاص. البتاع بقى البلاستيكة دي برضو اكتشفتها كده انه هي راحت فين، قلت لي لا ما انا لقيتها دي بتاع كده رميتها ملهاش لازم. الازمة اكشن بلان دي مهمة جدا جدا جدا، واحنا في مصر ما عرفش ليه ما بنعترفش بيها. عارف يا دكتور عادل ان الوحيدين اللي عاملينها رسمي للبيشنت في المستشفى جامعة اسكندرية، هما اللي حاطين عاملينها ومدين عاملين تو فلايرز، واحدة أزمة أكشن بلان
اللي هي انا النهار امتى انا في الاخضر في الزون الخضراء وامتى انا في الصفراء وامتى انا في الحمراء. الحمراء دي اروح على الشطبي كاتبينها كده بالظبط. واحده تانية كاتبين يعني ايه حساسيه صدر وبين قوسين ربو، لانه برضو الثقافه الشائعه الربو الناس بتفتكروا الدرن فبيترعبوا، يقول لك يا دكتوره انت كاتبه لي دواء مكتوب انه للربو، انا ابني ما عندوش ربو. ايوه ما هي حساسيه يعني ربو. طبعا هنتفادى الانهيلنت الرجنز خلاص كلنا عرفناها، والاوكيوبيشنال اكسبوجرز والاريتن زي التوباكو سموك والكلام ده. ايه هي الحاجات الازمه تريجرز؟ وبرضه بمناسبه الباتس هنا ما جيش ابدا يعني حد متعلق تعلق شديد بقطه او كلب، خلاص هقول له لو انت كده وعمال بقى يجيبني يمين وشمال واعمل ايه وبتاع، روح اعمل السكين بريك تيست للانيمال داندر وللسلايفا وللاخراج بتاعها وللكلام ده. والله لو طلع ما عندكش الرجي منها خلاص اوكي احتفظ بيها يعني. وهو ده البيرسوناليزد بقى ميديسن، انه ما جيش لا لمجرد لا، ما هو ممكن يكون ما عندوش مشكله من دي انكد عليه ليه. ازاي تو موديفاي الاندور بوليوشن، انه يعمل مكنسه طبعا للسجاد. مفيش حاجه اسمها العاده المصريه الاصيله بتاعت الفرشه المبلوله اللي بنمسح بيها السجاد بميه وخل، فيقوم بتجيلي واحده تنظف تقول لي ميه وخل بقى يا دكتوره تلاقيها بتلمع وحلوه وتسيبها دامب، كارثه كارثه طبعا. البتاع دي برضو جم فترة استوردوها من الصين وملت كل البيوت والاير كونديشنينج ديورينج الورم ويذر لازم طبعا نبقى يعني نشغل الاير كونديشنر في ساعات الحر علشان ما يبقاش فيه هيوميديفيكيشن في البيت، وننظف الفلترز كويس قوي قوي. What makes asthma management so hard for parents and children؟ ان في daily medicine بيزهقوا، انه مش عارف بالظبط في اوقات ما هوش عارف ايه اللي تريجر الابيزود، هو ماشي وكل حاجه ويلاقي فجاه العيل قام الابيزود وهو الله طب ما انا بدي العلاج. الكومبليكيتد ميديكيشن انواع كتير وعمال بياخد ده الاول وده الثاني. وطبعا الفيرز اباوت سايد افكت، الكارثه بتاعت ايه اصله بياخد كورتيكوستيرويد. طب طلعنا من كل ده بايه؟ خلي بالك ادي وقت علم العيان، خلي بالك علمه ازاي يستخدم الديفايس مظبوط، علمه تشيك كل شويه مع الانهيلر تكنيك. والازمه كنترول انت ممكن تحققها وتوصل لها بانك تدي وقت للعيان، تدي له verbal instructions واضحة وتشرح له كويس. Thank you. نشكر دكتورة هالة على المحاضرة البراكتيكال المهمة جدا، وتسمح لنا ان احنا نكرمها.